السلام عليكم الخوت، صافا عليكم، كلشي بخير. فيديو جديد غنقول لكم فيها على واحد اللعبه اللي دوزت فيها تقريبا الوقت ديالي كامل في رمضان اللي فات، وكنت ديما قبل ما الناس كنلعب فيها واحد طريح ولا جوج طروح. هذه اللعبه هذه كما قريتوا في التيتر هي بابا ايزيو. بابا ايزيو اللي هي لعبه من نوع البوزلر، يعني بوزل جيم اللي كيعتمد اسونسيالمون على اون سول اي اونيك ميكانيك، كيعتمد على واحد الميكانيزم واحد هو ديال الدفيع. ودايوغ راه هو سي ان بوش بوزلر فحال اللي كنلقاو في لي جو القدام فحال سوكوبان. سوكوبان هو ليكزامبل لو بلو كونو اللي يقدروا يعرفوا كلشي، اللي كنتي كدفع فيه الصنادق وكنتي كتالينيهم دو مانيير اسكو دوز لي نيفو. الحاجه اللي كتجعل بابا ايزيو مختلف على كاع لي باش بازلرز هو لو فات بان انت كجوار ما كتدفعش شي صنادق باش الينيهم ولا شي حاجه، ولكن كتدفع القوانين ديال اللعبه اللي كتلقاهم محطوطين في كاع لي نيفو ديال لو جو. القوانين ديال هاد اللعبه هادي ماتيرياليزين بار لو بيي دو بلوك اللي فيهم دي تيكست، ودوك لي تيكست عباره على دي فيرب دي زوكسيليير و تي دي سوجي. وفين كاينه لا سوبتيليتي دو جيم بلاي وفين كاين لو اوك في لو جو، سي كو خاصك تفورمي دي فراز دو مانيير اسكو تريزولفي ولا يعني تلقى الحل في لو نيفو باش دوز لان اوت نيفو. كيفاش غادي تلقى الحل؟ سي كو تو ان بلوك اللي فيه لو مو ولا بلوتو لو فيرب وين، وداك وين كتلصق معاه يعني ان اوكسيليير كيما كنا او ان سوجي. تقدر دير مثلا وول از وين، يعني الحائط هو الرباح، وان فوا غادي تقيس الحائط بطون بيرسوناج اللي هو بابا كتربح لو نيفو. تقدر مثلا اوليو دو دير وول از وين اللي هو الحائط الرباح، تقدر تحيد وول ودير مثلا شي ان شي اوبجي واحد اخر اللي كاين في لا ماب في لو نيفو باش تطلع لو تيكست ديالو لهذيك وين. دير مثلا جو نسي با موا سكال از وين، يعني سكوليت هو الرباح، وتقيس لو سكوليت اوليو ديال الحيط وتربح. دير مثلا فلاغ از وين، فلاغ هو الدرابو، تقيس الفلاغ ربحتي لو نيفو اتسيتيرا اتسيتيرا. كيما كاين داك لو بلوك وين يعني في لو نيفو باش تربح، كاين دوطخ بلوك اللي فيهم يعني دي فيرب اخرين انت كتبقى تلعب بهم وتدفع، سورتو حيت لا ميكانيك برينسيبال ديال لو جو هي الدفع هي البوش، كتبقى تحاول تصاوب دي فراز دو مانيير اسكو في الاخر تربح ودوز لو نيفو. بطبيعه الحال اللعبه ما غاديش تخليك تبقى تكومبوزي دي فراز يعني نيمبورت كومون. اللي مقبول في اللعبه هي بانك تكومبوزي دي فراز من لا غوش لا دروات ومن الفوق لتحت، يعني ما تقدرش تبدا بار اكزومبل بان سوجي لتحت وتطلع ودير لو فيرب الفوق وتقرا العكس، لا تي اوبليجي دو فورمي دي فراز من لا غوش لا دروات ومن الفوق لتحت. القوه ديال هذه اللعبه هذه من غير لو فات بان تويستا شويه يعني القواعد ديال لي بوزل جيم اللي كنعرفو، هو لو ليفل ديزاين، كيفاش لي نيفو سون كونسو دو مانيير اسكو انت فريمون يعني خصك تفكر مزيان وتحك داك الراس مزيان عاد باش تلقى لا سوليسيون باش دوز. لي بروميير نيفو كيكونوا غير دي نيفو اللي كي انترودويزيو كيما قلت لكم لهاد لي هاد لو كونسيبت هذا ديال تو فورم دي فراز بور افونسي في لو جو، ولكن من بعد كيبقى داك الشيء شويه خاصك فريمون تخدم عقلك. وانا نقول لكم القضيه والله العظيم الا دي نيفو كنبقى فيهم ساعه ساعتين، ما انا داير راه واحد دابا في ان نيفو ان جو اللي خاصك فريمون تكونسونطرا عليه باش تمشي لقدام. وما يغرقكمش هذاك لاسبي مينيماليست اللي كاين في لي غرافيزم ديال اللعبه، حيتاش بالنسبه ليا انا وبالنسبه لبزاف ديال لي جوار لو فري انتيري ديال بابا ايزيو هو اللعب ولا ريزولوسيون ديال ديك لي بوزل. ونيفو تابع نيفو تابع نيفو، واخا انا بالنسبه لي يعني اون تيرم دو ديريكسيون ارتستيك بالعكس لو شوا ديال اون زعما بات غرافيك لي يعني تري ستيليزي وبهذيك الطريقه كتعاونك نتايا كواحد باغي يلعب في ان بوزل باش تكونسونطرا، سورتو الا عرفنا بان لو جو اي كيما كيقولوا غريد بيزد، يعني مبني على الشبكه ودي بلاسمون فريمون كي سنابيو. دونك حتى هاد لادي هادي معاونا لو جوار باش يبقى فوكسي على لي زينيغ. بابا ايزيو شحال هذا وانا كنت باغي نداونلودي، وهاد لا بيريود ديال الكونفينمون سورتو ديال رمضان مكنتني باش نكتشف هاد اللعبه هادي، حيت كنت شحال هذا شفت الصراحه بليزيور فيديو ديال دي ليتس بلاي ديال لو جو عجبني بزاف وكنت باغي نلعب فيه وما كانش عندي الوقت. دابا هاد لا بيريود ديال الكونفينمون مكنتني نكتشف هاد اللعبه هادي اللي بالنسبه ليا انايا ريفولوسيونات لو جونغ ديال البازل جيم. ودايوغ كاع لي عزيز عليه لي بازلوغ وداك الشيء هادي لعبه يعني ان موستا فيغ بالنسبه ليكم. كان معكم رشيد ديال كارت ميموار، كنقول لكم تهلاو في راسكم اخوتي ولعبوا بزاف، تشاو تشاو.